وللحديث حول العلاقات الثنائية الودية الوثيقة بين الإمارات والبحرين معنا عبر الهاتف الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. مساء الخير دكتور شمسان. اليوم ونحن نحتفل مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى تأسيس اتحاد الإمارات، نستحضر العلاقات البحرينية الإماراتية، كيف من الممكن النظر لطبيعة هذه العلاقات الوثيقة؟ أولا أرحب بكم وطبعا نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالها بهذا اليوم. أما إذا رجعنا إلى العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فهي علاقات تاريخية يعني ممتدة الجذور، ليست وليدة اليوم إنما هي منذ سنوات طويلة تربطنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشائج القربة والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين وأيضا بين القيادتين جلالة الملك وأخي الشيخ خليفة بن زايد. علاوة على ذلك هناك روابط مشتركة في عدة أطر، أولها إطار التعاون الخليجي المشترك وإطار التعاون العربي الإسلامي. ولا ننسى أن العلاقات بين مملكة البحرين وبين دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات متميزة بين البلدين، لم يشهد تاريخ هذه العلاقات في يوم ما أي شيء يعكر صفو هذه العلاقة، وهذا يدل على حسن النوايا بين البلدين الشقيقين. نعم. ولا ننسى الزيارات المتكررة التي يقوم بها جلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان إلى اليوم، وكذلك زيارات ولي العهد الإمارات العربية المتحدة إلى البحرين في مختلف المجالات. نعم دكتور شمسان، هي بالتأكيد علاقات متميزة جدا على المستوى الرسمي، ولكن كيف انعكست هذه العلاقات المتميزة والودية على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي؟ يعني اليوم أنت كمواطن بحريني تشاهد مظاهر الاحتفالات في البحرين كما هي في الإمارات، ونتشارك مع الأشقاء في الإمارات، ما هي المنطلقات من هذا التلاحم وتأثيره على نمو العلاقات وتطورها؟ أولا طبعا هي تأثر على جوانب كثيرة وتنعكس على جوانب كثيرة بين البلدين، منها ما هو في الجوانب الاقتصادية، حيث أن البحرين يعني من أكبر الدول التي تمثل يعني التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا في المواقف السياسية من مختلف القضايا الموجودة في المنطقة، سواء قضايا الجزر الثلاث أو الموقف من النظام القطري، وكذلك أيضا نجد أن البلدين الشقيقين يتبادلان الخبرات في المجال الثقافي. فلا ننسى أن نحن في يوم من الأيام كانت البحرين ترسل البعثات من الأساتذة ومن المدرسين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع التنمية الاقتصادية في البحرين إيمانا منها بوحدة المصير المشترك بين البلدين. نحن لو أردنا أن نحن نحصر العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين مملكة البحرين، نجد أنها يعني أول المستفيدين من هذه العلاقات هو الشعبين الشقيقين، شعب الإمارات العربية المتحدة وشعب البحرين. نعم. اللي كانت بينهم في يوم من الأيام
علاقات المصاهرة وعلاقات القربة فيما بينهم، وأيضا التبادل التجاري فيما بينهم. فانعكس ذلك على المستوى الشعبي في البلدين. نعم، الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك.